بدينا سنة 1986، أصعب أعمال التطوعية في العالم. من التحرير اليوم تقريبا انتشلنا أكثر من 700 سفينة. شو الوضع جوننا بعد المنح؟ جون الكويت ثاني أكبر جون في العالم. حاضنة الأسماك ترى، هذا كنز. مثل النفط، إحنا كل أسبوع نطلع أقل شيء 10 طن مخلفات. 10 طن كل أسبوع. تشوف فيها تحسن الوضع البيئي داخل الجون؟ يعني مجرور الغزالي تكفر حزوره، مآسي. محتاج إلى خطة استراتيجية، الدولة كلها تتجه إلى حماية الجون. السفن اللي قاعدة تجي من الخليج سفن مهترئة، إحنا معدل كل 10 أيام نطلع سفينة بالجون. السفن اللي بعشارج لحد الآن موجودة، يجيب له سفينة من الخليج ب2000 دينار وصكها إقامات 30 إقامة وقطها بالعشارج. نصيحة للغواصين اللي معاهم شهادات غوص، أول شيء مرات لا عندهم لياسن، وإذا قاصوا ما يحطون علامات مكاين. تدري مكانها البروانة لو تحوش راس الإنسان شو تسوي فيه؟ من خاف سلم. الخوف مو الخوف اني انحاش، الخوف اني لازم اتحذر.